السلام عليكم. الرئيس هادي في حوار له مع صحيفه عكاب السعوديه. الحوار الصحفي هو الاكثر متابعه ربما في البلد في السنوات الاخيره على الاقل. قال فيه هادي ما لم يسبق قوله في السياسه الغامضه في بلد يعاني من اشكاليه معرفه الحقيقه ولو من طرف واحد. الحوار الذي لاقى تأييدا ومعارضه وتحفظا لكنه حظي بمتابعه غير مسبوقه. ازاح الستار عن تفاصيل واحداث وملفات وقضايا تحدث فيها عن الدولة العميقة الممتدة من زمن الإمامة، بعض من أسرار سقوط صنعاء، الملفات الشائكة في المشهد اليمني، الدستور والحوار والانتخابات، القاعدة والحوثي والقاطرات، المجتمع الدولي والخليج والأمم المتحدة، العلاقات الأفقية والرأسية للرئيس، اليمن والخليج وإيران، العلاقة بشباب الثورة، والاسناد الدولي والاقليمي للشرعيه تلك الملفات الشائكه والنقاط الغامضه التي تم فتحها دفعه واحده عن مستقبل الديمقراطيه واسقاط الانقلاب والانتخابات التي قال هادي انه لن يترشح فيها وسيكون مشرفا عليها لتسليم السلطه الى رئيس منتخب غيره بعد تحرير البلد والاستفتاء على الدستور وايضا عن نظريه نابليون للتطويق والحصار التي تحدث عنها حول حوار الرئيس هادي الاخير المثير للنقاش والمتابعه ستكون حلقه مسائنا اليمني، نبدا النقاش مع ضيوفنا بعد متابعه هذا التقرير. ما الذي قاله الرئيس هادي في حواره الاخير وما الذي لم يقله؟ هل فتح هادي كل الملفات المغلقه بينه وبين المخلوع دفعه واحده؟ فيما يبدو ان الرجل قد ازاح الستار عن احداث كثيره وكبيره. ليله سقوط صنعاء وخطه تحريرها، رقصه صالح صاحب الحروق من الدرجه الثانيه والدور الايراني وحزب الله ثم خبايا حرب القاعده والحوثي ودور الجنرال علي محسن. الا ان سقوط صنعاء كان الحدث الابرز في حوار حمل معه كثيرا من الصدق والجراءه، فصنعاء التي سقطت بالخيانه من جيش كانت قيادته العليا او نسبه كبيره منها مواليه للعائله الحاكمه سابقا. الجيش ذاته الذي كان خيارا ماثلا لصالح في مواجهة ثورة الحادي عشر من فبراير الذي قال المخلوع عنه بحسب هادي إن أحد عشر لواء عسكريا مهيئ لقمع الثورة حوار هادي المطول مع صحيفة عكاظ كشف فيه عن كذبة الحروب الستة التي قال فيها أن صالح كان يرسل عشر قاطرات ذخائر لعلي محسن ويرسل اثنتي عشرة قاطرة لعبد الملك الحوثي وفيما اعتبر الحوار من قبل متابعينا انه كشف للحقائق في سوق عكاظ، اعتبر اخرون ان هادي قال كلاما وحقائق كان هو ايضا طرفا فيها ومشاركا بشكل او باخر في صنع تلك القرارات او حتى السكوت عنها كان بمثابه تواطؤ خصوصا ملفات القاعده والفساد. فيما راى اخرون ان ابرز ما جاء في الحوار هو ما يتعلق بالمستقبل الديمقراطي للبلد خصوصا ملف الاستفتاء على الدستور وهي الخطوة التي أعلن الرئيس هذا القيام بها فور انتهاء الانقلاب بالإضافة الى دعوته لانتخابات يشرف عليها ولن يكون مرشحا فيها وان ظلت أبواب الحرب وجراحها هي الأهم اليوم بالنسبة لليمنيين اهلا بكم مشاهدينا الكرام ينضم الينا الان في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الاستاذ نبيل البكيري مساء الخير استاذ نبيل مساء النور عليكم مشاهد. استاذ نبيل يعني حوار هذه مع صحيفه عكاظ كان متعددا متعدد الملفات من اين يمكن البدء في تحليله الحوار للامانه وللحقيقه هو حوار لم يكن جديدا بكل ما فيه من فقرات هو اللهم تجميع لمواقف قالها الرئيس سابقا و أكثر فيها الحديث كثيرا فيما يتعلق بكثير من القضايا وهناك أشياء ربما تكون جديدة فيما يتعلق ببعض التفاصيل لكن في مجمل القول العام أنه كل ما قاله هادي في هذا الحوار قاله على امتداد سنتين ماضيتين أليس هناك يعني ألم يكن هناك مكاشفات جديدة يقول بعض؟ باعتقادي ليست مكاشفات بكل ما تعني الكلمة معنا هي نوع من الرسائل ربما أراد أن يواجهها لبعض الأطراف لكن حقيقة الأمر هي أشياء معروفة مسبقا يعني وهذه أكثر من الحديث حولها في أكثر من محطة وأكثر من موقف يعني وبالتالي أنا باعتقادي الضجة الكبيرة التي تدار حول هذا الحوار هي ليست طبيعية وباعتقادي أيضا أنا مستغرب من هذه الضجة الكبيرة التي تدور حول يعني فريقين فريق ينتقي من هذا الحوار ما يريد وفريق الاخر يريد ينتقي من هذا الحوار يعني هناك كثير من من لا يتفق معك استاذ نبيل في ان يعني بالاخير رئيس الجمهوريه من يتحدث عن هذه النقاط او المكاشفات ان ان جاز التسميه في نفس الوقت رئيس الجمهوريه لا يعني لا يظهر على الاعلام كثيرا بلقاء صحفي حتى ان كان يظهر بخطابات مرسله يعني في مجمل القول يعني مثل هذه الاشياء التي تحدث عنها هي ربما تفاصيل او تفاصيل للاحداث مضت يعني ذاكرتنا لا زالت طريه على امتداد عامين ماضيين من الاحداث المتراكمه والكبيره والمعقده لا زالت هناك ايضا نحن بحاجه للمكاشفه اكثر المعركه ايضا تتطلب نوع من ربما قد يقول البعض تتطلب نوع من عدم الخوض في التفاصيل لكن باعتقادي ايضا انه ما دام قد الرئيس فتح هذه المكاشفه حسب الطرف الذي يرى انها مكاشفه باعتقادي في اشياء يجب ان توضح في اشياء كثيره يجب ان توضح مثلا ما الذي يجري في عدن اليوم أه نحن لن أه نحن بين خيارين ان نناقش ما الذي حدث اما الذي يجري الان طيب يعني بشكل عام كيف تقرا هذه المقابله هل هي مقابله كانت تتحدث عن ما جرى مع الرئيس هادي بشكل عام هل كانت مقابله شخصيه هل كانت يعني مقابله يراد منها ارسال رسائل موجهه الى اشخاص بعينهم أولا أنا لي ملاحظتان على ملاحظة رئيسية تتعلق بطبيعة الصحفي المحاور، الصحفي ربما كان مصمما بدرجة ما أنه جري في إطار سياق معين كان يريد أن يجر الرئيس هادي لصدام مع الإسلاميين، وخاصة من العنوان الذي طرح في بداية قبل صدور نشر المقابلة أنه كشف العلاقة بين الرئيس هادي والإخوان المسلمين هي تأتي في إطار الحملة الكبيرة التي تضخم الفوبو الإسلامية الكبيرة في هذه المرحلة لكن للامانه هذه نجح في ان يخرج من دائره التورط ما اراد يعني الصحفي ما اراد ان يحشره الصحفي فيه ايضا الملاحظه الثانيه فيما يتعلق بهذه المقابله انه الجديد فيها ربما هو مساله انه الرئيس بدا على سجيته المعتاده كما قال في في لقاء حضرته ذات مره معه انه بدوي لا يعرف الدبلوماسيه وبالتالي قال ما قال وفي بعض النقاط انطلق منها فعلا من بدويته التي يفتخر بها انه لم يحاول ان يكون دبلوماسيا في بعض القضايا التي تطرق اليها. طيب لكن يعني هناك ايضا هناك حقائق انا باعتقادي إلى يعني اليمنيين كلهم يدركون جيدا يعني ما دار حول تفاصيل احداث عمران كان فيها كثير من هي عمران وكذلك التساؤل الصنعاء. ما الذي استنتجته من حديث هذه حول هذا المكان؟ اولا. لم يكن الرئيس ربما انا من وجهة نظري انه لم يكن دقيقا فيما في نقل ما حدث في عمران وخاصة أنه رأينا في يوم تشيع العقيد أو العميد القشيبي أنه نزل إلى عمران وتحدث عن عودة الدولة في عمران وايضا الجانب الاخر والاخطر ايضا انه كان هناك في خطاب ايضا خطاب او مكاشفه او انا ما لا ادري ما اسميها يعني انه تحدث عن انه حصل تسليم لمدينه عمران من قبل الجيش من قبل في كان نوع من عدم الوضوح انه الجيش هو الوحيد وهذا اللواء هو الوحيد الذي صمد الى اخر لحظه وصمد حتى استشهد او تم طيب القبض عليه هذا لربما يتحدث عن الماضي اكثر ما هو عن اليوم تحدث مثلا عن صنعاء وهو ربما يتحدث كثير عن هذا يعني سقوط صنعاء ودخول صنعاء في هذه النقاط كيف رأيتها؟ سقوط صنعاء يعني هو القى باللائمه على علي عبد الله صالح واولاد علي عبد الله صالح لكن بالمقابل هناك ربما بقيه اللعبه لم تكتمل بعد وبقيه الخيوط التي يجب ان يعرفها اليمنيون لم يفصح عنها هادي مثلا ما موقف مثلا وزير موقف وزير يعني ما موقف هادي من وزير دفاعه مثلا أحمد ناصر أحمد محمد ناصر أحمد محمد ناصر أحمد أيضا بعض القيادات التي سلمت مثلا القائفي حقوة الاحتياط أيضا هناك سيله يجب ان تقال و, و... و... يعني طيب كان وزير الدفاع هو المسؤول عن هذه ايضا التهرب من مسؤوليه ما حصل من انهيار للدوله باعتباره في الاخير راس هرم الدوله حتى الان كل ما يتحدث به هادي الان في هذا الحوار او في غيره يتحدث من موقع انه يوصف يوصف احداث وكانه متابع من و... و... وكانه متابع من بعيد و... وليس هو المسؤول الاول عما ما يقرا وهذه كارثه في... في في قاموس السياسه هذه كارثه بكل ما تعني الكلمه معناها انت قائد وانت المسؤول وانت المحاسب، والمفترض انك تتحدث من موقع المسؤوليه وليس من موقع المراقب الصحفي انك توصف حدث تم في هذه المرحله، وهذه من الاشكاليات التي دائما ما يقع بها يعني هذه من النقاط المثيره ايضا موضوع يعني الملف الشائك في علاقه صالح والحوثي وموضوع شفره التليفون التي انكسرت، هذه النقاط كيف كيف وجدتها؟ هذه النقاط يعني ربما هذه هي المعلومة الجديدة التي تسربت إلى إلى الناس أنه تم أخذ تلفون أحد مسؤولي الكبار لجماعة الحوثي وتم فك الشفرة والاطلاع على عديد من المحادثات والرسائل الموجودة في هذا التلفون وحصل من ضمن هذا أنه اللقاء الذي عقد بين صالح و يعني عرف الزوكا <تصفح> و ايضا دويد ومن الطرف علي ابو الحاكم ومحمد الحوثي ومحمد عبد السلام ومهدي المشاط يعني كان الاتفاق ينص على انه هو اتفاق برعايه ايرانيه عمانيه ايضا انه هذا الاتفاق كان ينص على ان يتم اقتسام السلطه السياسيه والدينيه في اليمن فتكون السلطه الدينيه لجماعه الحوثي وعبد الملك الحوثي والسلطه السياسيه لاصحاب علي عبد الله صالح واحمد علي عبد الله صالح. هذه ما, الجديد ما يمثل نموذج خميني في هو في أي نعم هذه ربما المعلومه الجديده التي طيب لماذا يركز على هذه النقاط؟ هل ياتي هذا في سياق الحمله الخليجيه على ايران وعلى ايضا على حزب الله؟ أم أنه هناك فعلا ما يعني يحتاج إلى توضيح أكثر مما كان واضحا يعني لا لا علاقة الحوثيين بإيران كان يتحدث عنها الكثيرين منذ قبل دخول صنعاء باعتقادي أيضا أنه بغض النظر عن الخلاف الموجود اليوم سياسيا بين الخليج وإيران نحن نحن لدينا اشكاليه كبيره وخطيره مع ايران يعني نحن نقطه التماس الاولى ايضا في مساله الخلاف العربيه الايراني الان اليمن هي المعركه هي ارض المعركه اليوم لكسر العظم يعني و وبالتالي هذه حينما يتحدث هو يتحدث عن توصيف موجود عن واقع موجود واصبح حقيقه يعني لم يتحدث عن تحليل سياسي او معلومات ربما هي حقائق موجوده اليوم وبالتالي دخول ايران للخليجون ايضا يعني اندفاع الخليجيين بتشكيل التحالف العربي وقيام عاصفه الحزم والدخول في معركه في اليمن هي كلها كانت لحمايه الخليج اولا واخيرا يعني والخليج الذي ال... ن... يعني هي نقطه آ... ركز عليها الكثير من منتقد هذا الخطاب لكن قبل ذلك اذا ما تطرقنا عن الدور الخليجي آ... او عفوا الايراني في اليمن وكذلك نقطه الصراع العربي الفارسي آ... هل يعني نتحدث عن تاخر للرئيس هادي في عرض الحقائق امام الشعب آ... الرئيس هادي آ... باعتقادي ايضا آ... هو لم يتاخر انا ل... للامانه والانصاف الرئيس كان مبكرا في تحذيره من ايران بغض النظر عن كثير من الاخطاء وبغض النظر عن الخطايا التي ارتكبت من قبل طاقم الرئيس هادي طوال فتره وجوده في الرئاسه في اليمن. هادي حذر مبكرا انه ايران على ايران ان ترفع يدها في اليمن يعني كان يدرك خطوره هذا الامر ايضا واستطاع ايضا حتى مثلا وزير داخليته عبد القادر قحطان ان يلقي القبض على كثير من الخلايا الايرانيه وهذا الذي كان لا لا يسرب للاعلام بشكل كبير ايضا. وتم اطلاقهم بعد سقوط صنعاء، يعني كان في اشتغال في هذا الاتجاه بشكل كبير من قبل الرئيس هادي. الاشكاليه كانت تكمن انه الخليج نفسه كان يعيش حاله استرخاء. الخليج عاش حاله استرخاء قاتله، هذا الاسترخاء هو الذي اوصل الامور الى اسقاط صنعاء، ووصل الامور الى عاصفه الحزم، ووصلنا اليوم الى كل هذه القرارات م. التي نراها في المشهد فيما يتعلق بالظاهره بالاسلام السياسي الشيعي والاسلام الشيعي ايضا في الضاحيه الجنوبيه وفي كثير من المناطق العربيه، لكن بالاخير نحن امام حقيقه واضحه، هناك صراع عربي اسرائيلي، اليمن هي المعركه الاولى او الارض الجبهه المتقدمه لهذا الصراع، كسر العظم في اليمن، اذا حصل انتصار في اليمن لاي من هذين المشروعين المشروع العربي والمشروع الايراني سيكون لتداعيات المشهد طيب هذا كان يعني متوازي بشكل كبير مع أحداث جاءت بداخل اليمن مؤتمر الحوار الوطني ما الجديد الذي قدمه خاصة أن يعني كان هناك الكثير من المعلومات على أن الأمم المتحدة ضغطت لي أو كذلك أكثر من دولة ضغطت على أن يمثل الحوثيون بأكثر من ما التي المكاشفة المكاشفة إن كان هناك مكاشفة فهو الحديث الدقيق والواضح من قبل الرئيس هذه على أن تورط أو تورط أطراف دولية كفرنسا كما ذكرها بالحرف فرنسا وهو يعني وبريطانيا في الدفع بجماعة الحوثي إلى طاولة الحوار دون الاعتراف بالمبادره الخليجيه ودون سحب السلاح من هذه الجماعات، وبالتالي نحن امام معطيات جديده لقراءه المشهد في اليمن، فضلا عن ذلك انه هذه الاطراف التي دفعت بجماعه الحوثي بقبولها في اطراف الحوار ايضا يعني ربما كانت هي وراء الضغط الحاصل من قبل المبعوث الاممي وان المبعوث الاممي ربما استغفل الجانب اليمني او ربما استخدم صلاحياته فوق المتعارف عليها فيما يتعلق ب تقديم جماعة الحوثي كجماعة بريئة وجماعة سياسية غير متطرفة وغير أيضا متمردة هذا كله كان من المكاشفات الجديدة في هذا الحوار الذي ربما لأول مرة يقوله هادي طيب ننضم إلينا الآن الأستاذ جمال المليكة المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من الدوحة مساء الخير أستاذ جمال مساء الخير أهلا وسهلا بك وبضيوفك والمشاهدين الكرام حياكم الله استاذ جمال اذا ما تحدثنا عن يعني اكبر او احد ابرز النقاط في وثيقه مؤتمر الحوار الوطني كانت مشروع الدوله الاتحاديه ووثيقه الحوار التي جاءت معه قال هذه ان اليمن لن يتطور الا بهذه الوثيقه كيف تقرا ذلك انا باعتقادي ان فعلا اليمن كانت بعد مؤتمر الحوار على مفترق طريقين الطريق الاول هو طريقه الذهاب بهذه المسوده التي مهما كانت عليها بعض الملاحظات يعني ممكن اسميها انا بالطفيفه الا انها كانت الخيار الوحيد السليم او الوحيد الطريق السلمي الوحيد في الانتقال نحو بناء ملامح الدوله الجديده ملامح الدوله اللي او اقول العقد الاجتماعي الجديد الذي يحتوي كل اليمنيين كان الخيار الثاني هو الذهاب نحو الحرب والاقتتال علي عبد الله صالح والحوثيين بلا شك اختاروا الخيار الثاني وفرضوه على اليمنيين باعتقادي أن انه فعلا كانت هذه المسوده هي الطريق السلمي الوحيد للانتقال نحو المستقبل طيب يعني هو الان اذا ما انتقلنا الى جانب اكثر نتكلم عن الحاضر اكثر هو قال ان هناك برنامج سياسي سياتي او مؤقت سيكون بعد تحرير صنعاء هل نفهم ان هناك جهود أكبر لمعركة التحرير الفاصلة في صنعاء إذا صح التعبير باعتقادي خطاب أنا إذا نظرت إلى خطاب هادي خطاب هادي لا يمكن أن تقرأ من خلاله يعني هذا الحوار على الأقل لا أستطيع ولا أعتقد أن غيري يستطيع أن يتنبأ من خلال هذا الحوار على أي شيء على الأرض على مستوى التكتيكات لا نستطيع أن نتنبأ بذلك باعتقادي ان الحوار باكمله اهم ما هذه هو المعلومات الاستخباراتيه التي تخص ايران وحزب الله هذا اهم ما هذه كثير من التفاصيل التي هذه يعني ربما يعني قد يكون اللحظه غير مناسبه للنقاش حولها يعني بشكل او باخر طيب هل يندرج ذلك ايضا او تحت ذلك ايضا حديثه عن مستقبل اليمن حديث عن اربعه اقاليم ربما خمسه ربما سته يعني بعض الـ بعض المتابعين آه لمسوا من هذه اللغه لغه تردد في الصيغه التي خرج بها مؤتمر الحوار في الوقت الذي انتقد بها هذه البعض بانهم يعني ضد مخرجات مؤتمر الحوار البعض راى في هذه التناقض وانا يعني هنا لو لو ارتديت قبعه المحلل السياسي ربما لكنت اكثر صراحه لكني هنا بكل وضوح وبكل شفافيه ارتدي قبعه المواطن اليمني اولا الذي يختار من الخطاب ما ينبغي ان نقوله في هذه اللحظه واجد نفسي مضطرا لعدم يعني الحديث التفصيلي والمكاشفه يعني الكامله في لحظه كهذه. طيب اذا هكذا بتقييم عام استاذ جمال يعني كيف تقيم هذا الخطاب؟ هل جاء في او هذه المقابله؟ هل جاءت في وقتها وخصوصا ان هذه يتحدث عن انه لا يتحدث كثيرا عن لوسائل الاعلام ولا ينقل اسراره بهذا الشكل. أنا باعتقادي أنه جانب كبير مما قاله هذا اليوم كان مهما وكانت رسائل مهمه وباعتقادي انها ستزعج كثيرا الطرف الاخر الذي هو خصم لكل الشعب اليمني اللي هو علي عبد الله صالح باعتقادي في هذا الجانب من الخطاب كان خطابا مهما وكان في وقته بلا شك وكما مثل يعني او كما قلت لك انه الجانب الايجابي هي ما المعلومات الاستخباريه الاستخباراتيه التي قالها ثم الحديث عن دعني اقول يعني عكس جزء من 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 ان هناك حسم في الاتجاه نحو المستقبل بعموميته. اذا الباحث والمحلل السياسي الاستاذ جمال المليكي كنت معنا عبر الهاتف من الدوحه شكرا جزيلا لك. استاذ نبيل قبل ان اعود الى ال يعني او يعني اتحدث اكثر عن ما جاء في المقابله. أنت هل تتفق مع الأستاذ جمال المليكي من حيث أن هذا الحوار جاء في وقت المناسب من حيث إرسال الرسائل أم أن لك وجهة نظر أخرى في هذه النقطة؟ أنا باعتقادي منصة إرسال الرسائل الآن هي الميدان على الأرض أه باعتقادي أيضا أنه في أشياء واضحة أصبحت واضحة تماما وخارطة واضحة أه لما يريده الجميع يعني الطرفان طرف الإنقلابي وطرف الشرعية وبالتالي انا باعتقادي ايضا انه الرسائل التي يجب ان توجه, توجه اليوم على الميدان يعني هناك معركه مفتوحه ربما تشمل ثلثي الجغرافيا اليمنيه هذه المعركه من خلالها يمكن ان نرسل الرسائل الجيده باعتباري ايضا انه يعني منصه الحديث السياسي اليوم لم يعد يسعفها الكثير من الكلام لانه نحن الان على وشك يعني معركه ممتده لاكثر من عشره اشهر آه كل ما هنالك هو آه نتحدث عن آه مراوحة في مكانها آه لا جديد فيها سوى آه أنه سقط الانقلاب ولم تعد شرعية بعد هذا الذي يستطيع أن نقوله يعني نحن الآن يعني على مشارف ستة أو خمسة أشهر على تحرر العاصمة عدن والعاصمة عدن هي عاصمة عاصمة الموقتة اليمن وحتى الآن لم يعد الأمن لم تعد الطائرات إلى مطار عدن لم تعد يعني نحن أمام أسئلة كثيرة يجب أن تقال الآن نحن أمام حكومة منفى لا زالت الحكومة في المنفى يعني هذه الرسائل التي يجب أن توصل إنه أن تعود الأمن والأمان إلى المناطق المحررة أن تعود الحكومة من المنفى إلى عدن أن, أن, أن يتم آآ آآ الإسراع في تشكيل الجيش الوطني أن يتم استيعاب الكثير من معالجه الجرحى الذين يؤنون في كل المستشفيات الذي كان اخرهم بالامس احد الجرحى في السودان يحرق نفسه يعني نحن امام مشهد هي ممكن طيب نعود الى يعني نقطه المبعوث الاممي والدور المؤسسات المجتمع الدولي ال ال التي يعني تحطها الكثير من علامات الاستفهام كما يتحدث الكثير من المراقبين ولربما تتفق أنت في ذلك ما الذي استنتجته من أن هناك كان ضغوط كبيرة فعلا على الرئيس هادي في هذا الملف خصوصا ملف الأمم المتحدة ودورها في اليمن كان واضحا منذ البداية أن هناك نوع من التحي... الحياز الكامل لمشروع دمج الميليشيات الانقلابية وتحويلها إلى ملف بديل لثورة الربيع العربي او لثوره 11 فبراير ان صح التعبير. في الحاله اليمنيه كان هناك ثوره مضاده، نحن في امام حاله ثوره مضاده ابتدات من تونس الى مصر الى ليبيا الى السود. يعني هذه الثوره المضاده تمثلت ايضا فيما تمثلت اليه في ملف الجماعات المذهبيه في اليمن، جماعة الحوثي. وكان هناك قوى دوليه تريد ان تطرح ان هذه الجماعة ستكون بيضه القبان فيما يتعلق باختطاف الثمرة فيما يتعلق بثورة 11 فبراير وهذا الذي حصل يعني نحن اليوم أمام مشهد واضح المعالم تدخلت المتحدة دفعت بجماعة متطرفة طائفية متمردة على النظام والقانون ودفعتها إلى طاولة الحوار وألفت عليها شرعية دولية وسياسية وطنية وبالتالي في لحظة ما حينما أتتها الإشارة الخضراء انقلبت على المخرجات الحوار الوطني وانقلبت على الإجماع والدستور وتحولت إلى إلى انقلاب سيطر وأسقط ثورة 11 فبراير. هذه الحقيقة التي يجب أن تقال، وكان كل هذا يتم بغض الطرف وبتشجيع ربما من أطراف دولية وبالأخص فيما يتعلق بالمبعوثين الدوليين الأول والثاني. طيب، سن يعني سنزيد الحوار حول هذه النقاط في حديث الرئيس هادي، لكن قبل ذلك أستاذ نبيل والسادة المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام استاذ نبيل يعني بحديثنا عن المبعوثين الامميين وكذلك عن الدول والدول الجديده التي يعني فهمنا ان كان لها دور في هذه ما حدث في اليمن هل يمكن فهم ان فعلا الدوله او الرئيس هذه وقوى المناهضه لفكر الانقلاب كانت يعني تحتاج الى دعم ويعني هو تواجه في نفس الوقت ملف او انقلاب يحظى بدعم كبير ايضا لا شك، دعنا اولا نقول انه ايضا فيما حدث طوال السنتين الماضيتين، يعني المبادره الخليجيه كانت واحده من العوامل التي ادت الى هذه الانتكاسه. الاخوه في الخليج ايضا حينما القوا بحجر المبادره الخليجيه الى الطاوله اليمنيه او المشهد اليمني، يعني وظلوا متفرجين من بعيد يعني ظلوا متفرجين على هذه القوى الانقلابيه وهي ترتب صفوفها بل هناك اطراف خليجيه تورطت في دعم بعض هذه الاطراف بكثير من وسائل المساعده في هذا الانقلاب. وبالتالي الذي حصل ايضا انه لا اخفيك انه في اشكاليه في كثير من القوى السياسيه اليمنيه الحزبيه والمدنيه والشبابيه ايضا انه كان في نوع من القصور الكبير في فهم حقيقه انه هناك قوى انقلابيه، هذه القوى الانقلابيه ليست وليده 11 فبراير 2011 بل انما هي وليد يعني قوى انقلابيه لا باثر رجعي تريد اعاده عقل التاريخ والانقضاء على ثوره 26 سبتمبر 62، وبالتالي كل هذه القوى تورطت في مساله الحديث عن مظلوميه جماعه باثر رجعي تريد ان تحيي نظام موروث انقضى آه عليه اليمنيون في 26 سبتمبر 1966 <applause> وبالتالي كل هذا غابت هذه المفهوم ايضا الاخوه الذين اتوا الاخوه الامانه نقولها انه الاخوه الجنوبيين المسؤولين الذين اعتلوا سده السلطه بعد 11 فبراير 2011 من الاخوه الجنوبيين من رئيس الجمهوريه الى نائب رئيس الجمهوريه الى كثير من القيادات التي آه يعني آه تسنمت كثير من المؤسسات من, من الاخوه الجنوبيين كانوا ايضا يعيشون نوع من من حاله ال الخواء الذهني فيما يتعلق بخطورة مثل هذه الحركات المذهبية العصبوية التي لا زالت في معركة تاريخية مع اليمنيين منذ أكثر من ألف عام وبالتالي كل هذا الفراغ الذي حصل في ذهنية الأساسة والقيادة والمسؤولين الجنوبيين فيما يتعلق بالحركة الحوثية كان أيضا عامل, عامل مساعد كبير في تغلغل هذه الحركة وإفراغ الحالة النضالية في الجنوب والشمال بنوع من الصراعات المضاده فيما بينها حتى وجدت فراغا كبيرا طيب يعني ملاته هذه الحالة هذا يعني يعني يذهب الى ان اعود الى نقطه ان تحدث عن القاعده يعني كذلك عن الحوثيين كيف ان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان يرسل بدعم اليهم في اثناء ارساله لدعم لعلي محسن الاحمر. وكذلك الان تحدث هادي عن ملف القاعده وكيف ان صالح يتلاعب بهم هل تتفق مع السياق الذي قاله هادي في هذا الخصوص مساله اتفق ولا تفق هي بالنسبه لا تفرق كثيرا لكن الذي يفرق كثيرا انه كان يفترض انه هادي عنده مثل هذه المعلومات انه وهو في موقع الصداره كرئيس الجمهوريه كان يدرك انه يعني لا زال هذا السيناريو الذي الذي شاهده وسمع به رئيس هادي في فترة موقعه في نائب في نائب رئيس الجمهورية أن أن يتكرر هذا الوعي في مرحلة وهو رئيس الجمهورية، وبالتالي كان لديه خارطة ذهنية واضحة لما يجب أن يقوم به من خلال إعادة هيكلة الجيش، من خلال إعادة ترتيب صفوف المؤسسة الأمنية والعسكرية، لكن الذي حصل للأسف أنه الرئيس هادي وقع في إطار أنه أراد أن يكرر نفس التجربة التي ربما صنعها الرئيس السابق المخلوع من خلال التلاعب على متناقضات الحالة المذهبية والحالة السياسية في الاجتماعية والقبلية في في الحالة اليمنيه حتى انه لم يعني لم يستطع ان ان يفرغ او ان يمتلك كل تلك الادوات التي ادار بها صالح المشهد على امتداد 30 سنة، هذه جاء على مشهد اكثر تعقيد صحيح وتركة ثقيلة من الفساد والكثير من الخراب، لكن هذه للاسف بدل ان يعيد ترتيب هذا المشهد او يتصالح او يعيد عملية خلط جديد لهذا المشهد انسجم مع هذه الصيغه التركيبيه للمشهد القبلي والعسكري والمذهبي وحتى انه غدا في لحظه ما بلا سند وبلا قوه تقف الى جانبه وبقى وحيدا في مواجهه هذه الميليشيا التي وصلت وصلت حتى من يعني الميليشيا هناك نقطه الان داعش تحدث على ان داعش داعش علي عبد الله صالح ايضا حتى لا نكون او لا نسبح في خيالات المشهد يعني نحن فعلا امام حقيقه هناك تورط كبير فيما يتعلق باستخدام الورقه الارهابيه والورقه الامنيه في اطار او كفزعه سياسيه في كثير من المراحل في الحاله اليمنيه لكن في الاخير ايضا هناك يعني لا يخفى ان هناك حاله حاله ارهابيه حاله تطرف موجوده هذه الحاله التطرف الموجوده يتم توظيفها هنا او هناك في هذه العمليه او تلك في هذه المحطه او تلك في هذه المرحله او تلك لكن في الاخير نحن امام حاله موجوده هذه الحاله الموجوده حتى لا يعني لا نذهب بعيدًا عن عن توصيفها التوصيف الدقيق، يجب أن نمتلك مقاربة حقيقية علمية واقعية لهذه الظاهرة بدل أن نظل نطلق عليها أنها صنيعة مخابراتية أو أنها هناك توظيف مخابراتي صحيح، هناك تداخلات وتوظيف في يعني لهذا السياق، لكن في الأخير يعني نحن أمام مشهد متداعي في كل ما يحدث يعني النقطة الرئيسية التي كانت حول هذا الموضوع ربما هو حديثه عن تسليم أبين وكيف بلغه علي عبد الله صالح بهذه النقطة أليس كذلك؟ نعم نعم ايضا اليوم في الحاله في 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 عدن مثلا ما الذي يحدث في عدن؟ يعني مثلا نحن نحدث الان عن ظاهره مخيفه اغتيالات يوميه، تصفيات القيادات ايضا وكلها تتم تحت رداء الجماعات الارهابيه المتطرفة. صحيح هناك خلايا لا زالت موجوده تعمل لصالح النظام السابق، ولصالح جماعات الحوثي، ولا يخفى أيضاً أنه اللاعب الكبير المش في المشهد الجنوبي اليوم هي الخلايا الإيرانية، خلايا الحراك المدعوم إيرانيًا، الخلايا التي ترتبط بكل من علي ناصر محمد وعلي سالم البيض. في خلايا إنفصالية، في حركات وجماعات إنفصالية حراكية. لا زالت مدعومه وتدربت على امتداد الثلاثه والسنتين الماضيتين في ايران وفي لبنان وفي سوريا تدربت على كل كثير من الاسلحه وكثير من الاشتغال الامني وهي اليوم التي تدير المشهد يعني. يعني نحن نتحدث الان عن عن ما يحدث الان لكن بالعوده الى الحوار هل يعني بالغ الرئيس هادي افهم منك استاذ نبيل في إعطاء دور كبير لخلايا المخلوع النائمة وإدارته لهذه الملفات محاولة منه هل ربما للابتعاد عن المسؤولية أم محاولة لإعطاء الواقع باعتقادي أن يأتي هذا الكلام من غير رئيس الجمهورية ربما يكون مقبولا لكن أن يأتي من رئيس الجمهورية أنا باعتقادي غير مقبول ولا أحد يستطيع أن يذهب إلى ما لا نهاية في مسألة أن نلقي بكل التهم على خلايا المخلوع او على لانه انا في الاخير في موقع مسؤوليه أنا في موقع مسؤولية والرجل الأول في هذا المشهد يجب أن يكون لدي أجهزة كاملة وقادرة وإعادة ترتيب المشهد من جديد فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب السياسي والجانب العسكري وبالتالي حينما ألقي بالمسؤولية أو ألقي بالتهم على هذا الطرف أو ذاك يكون لدي مسؤولية أيضا أنا أقول أنه أستطيع أن أحاسب هذا الطرف أو ذاك لكن أن نلقي في أن نظل متفرجين ونوصف هذا المشهد دون أن يوجد لنا أي إرادة حقيقية في اداره المشهد وانتاج بدائل جديده ومعالجه يعني قضايا جديده يمكن انه ممكن الحديث على ان هذه وصل الى وضعيه انه يتحدث عن اني لا استطيع لا استطيع لا استطيع الى حد الذي اصبح معه لا يستطيع هادي يستطيع الكثير هادي هو رجل الاول في اليمن وهو القادر وهو الذي يمتلك الشرعيه على الارض وهو الذي يمتلك الدعم والاسناد الخليجي والعربي والاممي ايضا وبالتالي هو الرجل الذي يستطيع ان ان يؤثر اشكاليه هادي ان هادي بلا اداره هادي لا يوجد لديه إدارة جيدة هادي لديه إدارة فاشلة وإدارة تتوارث الفشل منذ الفترة السابقة وهي التي أسقطت صنع هذه الإدارة وهي التي في طريقها لإسقاط اليمن في الفوضى هذه الإدارة من كل الطواقم التي حول الرئيس هادي طواقم الأمنية والعسكرية والصحفية كل هذه الطواقم أثبتت فشلها اليوم على هادي يعني أن يعيد ترتيب الطاقم وإعادة إنتاج إدارة جديدة للمشهد تتواكب، خلية أزمة تتواكب مع المعطى الجديد الموجود على الأرض، هناك معركة، هناك شهداء، هناك جرحى بالآلاف، هناك معركة تدور إلى اليوم وكثير من هذه المعركة بدون قيادة وغرفة عمليات، وبالتالي نحن أمام مشهد قد يؤدي إلى طولان الأزمة في اليمن ويؤدي إلى إغراق المنطقة في فوضى لا يحمد عقبها. طيب هل ممكن الحديث يعني هذه يكرر حديث كثير عن أن هناك دعم دولي وحتى الصحفي ركز على هذا قال أنه هناك شرعية دوليه تدعمك بشكل كبير واتفق بذلك هذه هل بحاجه هذه الى العوده الى الشعب اكثر الحديث الى الشعب اكثر يعني استجلاء القوه من الشعب اكثر بدل من الاعتماد على الشرعيه الدوليه والمبادره الخليجيه ودعم عاصفه الحزم واعاده انا باعتقادي انه اكبر مصدر فشل للمرحله السابقه وسقوط صنعاء كان هو حاله الفجوه الكبيره بين هادي وشعب كان هادي وكل الأحزاب السياسية وكل الأحزاب المشتركة في السلطة الانتقالية كان كل همها ودعمها تستمد من سفراء الدول العشر وحصلت حالة فجوة كبيرة بين هذه القيادات الحزبية والرئاسية وبين الشعب وبالتالي حصل هذا الفراغ الذي استطاع من خلاله النفاذ الانقلابيون النفاذ من خلال قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطيه، هذا القرار الذي ادى الى فجوه كبيره ادت الى تغلغل الميليشيات في اطراف صنعاء وفي اطراف وفي كثير من 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 حالات المشهد السياسي واستطاعت ان تنتج خطاب يؤدي الى افشال وعجز وترهل السلطه الحاكمه حتى انقو... تم الانقضاء عليها في 21 سبتمبر 2014. اليوم نفس الاشكاليه اذا تم الاعتماد على الشرعيه الدوليه والخارجيه والاقليميه دون وجود اسناد ودون وجود عوده ودون وجود مكاشفه مع الشعب في الداخل الشعب الذي اليوم على امتداد اكثر من عام كامل يعاني شظف العيش، يعاني كل اشكاليات يعني حاله الحرب، النزوع، التشرد، الجوع طيب لماذا الخوف لم يتطرق إلى كل هذا وبالتالي لا زال متمسك بهذه الشرعيه، هذه الشرعيه التي لم تقدم شيئا الى اليوم لهذا المواطن البسيط الذي تحمل كل هذه الكوارث طيب لماذا لم يتطرق هذه الى هذه المعاناه؟ هناك من انتقده على انه لم يذكر ملفات الجرحى وكذلك المصابين وكذلك الشهداء، لما ما هي ما هو الاساس الاسباب التي لم تدفعوا الى ذلك باعتقادي ايضا هذه لم تكن يعني هي ربما يعني انا استطيع اقول انه الصحفي الذي القى الحوار لم يكن مطلع كثيرا على المشهد اليمني، هو كان مجرد تسجيل حضور انه القى حوارا صحفيا مع رئيس الجمهوريه، وكانت نوع من البربوغاندا كما هي عاده الصحافه الخليجيه انه تصنع من الحبه قبه، انه العنوان كان الكشف عن علاقه الرئيس مع جماعه الاخوان المسلمين، في الاخير طلع الحوار لا له علاقه بما ذهب وكان يعني نقطه وبالتالي كان في كثير من القضايا ما تطرق لها الصحفي وليس والصحفي طلع على على عدم علم يعني بتفاصيل المشهد السياسي اليمني والمشهد العسكري والمشهد الازمه الكارثيه الانسانيه اليوم وبالتالي طلع الحوار بهذا الشكل هذا كل ما طيب هو تحدث ايضا عن نقطه مهمه عن نقطه تسليمه لعلي محسن مهمه معركه صنعاء اذا ما كنت تتحدث قبل قليل عن ان الحديث السياسي لا ينفع هذه الايام الحديث على الارض هو المهم في هذه النقطه تحديدا هل نفهم أن هذه يعني يتخلص من كل مسؤولية الملف الميداني بوضعه أو تعيينه لعلي محسن كنائب لرئيس أو قائد القوات المسلحة؟ لا شك أنه أيضا يعني علي محسن قد يأتي سيعود إلى المشهد اليمين من زاوية خلايا ومن زاوية إدارة الأزمة هذه إدارة الأزمة أو ما أسميها أنا ب يعني قيادة المعركة قيادة المعركة وغرفة عمليات المعركة العسكرية في اليمن إلى الآن ليس هناك غرفة عمليات موحدة ليس هناك وزير دفاع ليس هناك مسؤولي مباشرين على أرض المعركة كل ما هناك جهد أشبه بالجهد المقاوم الارتجالي البدائي فقط باستثناء الحالة في مارب وجود فيها نوع باعتبار أن المنطقة لم تسقط المنطقة العسكرية وظل اللواء عبد حاضر وقائد المعركة وبالتالي في نوع من يعني الحديث عن خليه أو عن اداره ازمه أو إدارة معركه لكن في الحاله الاخرى انا باعتقادي علي محسن الاحمر هو قائد عسكري وخبير بهذه الجانب وخبير بهذه المنطقه الجغرافيه ايضا يستطيع ربما من خلال شبكه رجاله الموجودين في الذين عادوا الى بيوتهم او الذين رفضوا الانخراط ضمن المشروع الانقلابي ممكن من خلالهم ان يتم اعاده ترتيب المؤسسه العسكريه واداره وحسم المعركه العسكريه أه يعني إلقاء يعني الخطير أنا أخشى إنه هذا التنميط أيضاً إنه يعني قد يقود إلى الحديث على أنه علي علي محسن الأحمر ليس أكثر من نائب رئيس لشؤون المناطق الشمالية أكثر منه نائب على القائد القوات المسلحة لأنه بالأخير حضوره لا زال حضور طيب هي هذه نقطة أيضاً مهمة، هناك كثير من انتقد هذه على اعتبار أن يعني الشماليين ليسوا الا عسكر وان اليمن بشكل عام يعني عاصفه الحزم نجحت في انقاذ الخليج لكن لم يتطرق الى الوضع في اليمن هذه هذه النقطة يعني هذه كانت حساسة هذه النقطة نعتقد فيها كثير من المغالطات ولم تدار بشكل كان جيد كان, بأربعاً. بغض النظر نحن ندين بكثير من الشكر للأخوة الخليجيين ويجب أن نكاشفهم ونقول لهم ليست عاصفة الحزم من أوقف التمدد الإيراني في اليمن الذي اوقف التمدد الايراني في اليمن هي المقاومه الشعبيه التي قاتلت الحوثيين وقاتلت الانقلاب بامكانياتها البسيطه والشحيحه بجراح وبمعاناه الناس الذين صمدوا في وجه الانقلاب والذين اذلوا امكانيات هذا الانقلاب الذي يتم الاعداد له اكثر من طيب ربما هذه قال ان يعني هو تطلب تدخل كامل وما جاء من التحالف هو دعم جوي او ضربات جويه هذه كانت رساله من هذه لدول الخليج لا شك إنه الاخوه في الخليج كان لهم دور فاعل وايجابي فيما يتعلق به المعركة في اليمن لكن في الاخير اليمنيون قدموا وضحوا قدموا قرابين شهداء وانتصروا في كثير من المعارك واستردوا الكثير من المعارك يعني الكثير من المناطق من يد الانقلابيين ومع ذلك ورغم هذا لا زالت هذه المقاومه الشعبيه والجيش بقايا الجيش الوطني الذي يقاتل على الارض لازال زال بدون دعم الى الان يعني لنكون صريحين انه هذا الجيش الذي يقاتل بدون رواتب هذا الجيش الذي يقاتل مفهو. جرحاه بدون علاج حتى الان يعني لن لنكون صادقين انه يجب الفصل الان بين شيئين في الحاله اليمنيه بين النخبه الانتهازيه اللصوصيه الموجوده في الرياض التي تقدم نفسها على انها مقاومه تدير المقاومه على الارض وبين الابطال والشرفاء الذين يقاتلون على الارض. طيب الفصل والتمييز في نقطه ايضا حاجة. اخرى في حديث الرئيس هذه كانت عن علاقته بشباب الثوره وعلاقته بالكثير من الشخصيات سواء القبليه والعسكريه التي ايدت الثوره بشكل عام، في هذا الملف تحديدا او هذا المحور من اللقاء الرئيسي ما هي ملاحظاته؟ هو قال انه على علاقته علاقته بشباب الثوره علاقه ممتازه وانه نفذ لهم كل ما ارادوا اعتقد انه يعني كان صادق في هو نوع من الغزل السياسي بين الرئيس هادي و ويدرك خطوره هادي يدرك خطوره نخبه 11 فبراير وثوار 11 فبراير و وشباب الثوره انهم رقم صعب في الحقيقه لكن الاشكاليه انه ايضا الشباب الذين ينبغي أن يحضروا في ذهن هادي أنهم هم لا لا معظمهم هم الذين يقاتلون في الميدان وهم معظمهم هم اليوم الذين يقاتلون في في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل إذا هو ما وفي يفهم وفي أن الشباب هم المستقبل في هذه النقطة تحديدا يعني على الأقل هادي امتدح فيها كثيرا فيها شباب الثورة ولكن للأمانة شباب الثورة شباب الثورة يعني في هامش المشهد السياسي شباب الثورة المفترض اليوم أنهم هم القيادات التي تدير هذا المشهد لكن للأسف شباب الثوره مجرد مقاتلين في صفحات الفيسبوك ومقاتلين في الجبهات وليس لديهم شيء يعملونه، بينما المشهد ويدير المشهد العمليات اليوم كله رجالات النظام السابق، ما حول هذه هم رجالات النظام السابق، وين شباب الثوره؟ مما يدور اليوم على الارض ومن اداره الشان السياسي اليوم اليمني. لا وجود لهم. يقاتلون في شبكه التواصل الاجتماعي وبعضهم يقاتلون على الارض، هذا كل ما في المشهد طيب، يتعلق يعني في حديث الرئيس هادي تحدث عن عمليه الانتقال السياسي ما بعد تنفيذ او الاستفتاء على الدستور وكذلك بعد تحرير صنعاء. يعني هل يكفي ان يكون الرئيس هادي مشرفا على العمليه ام ان هناك متطلبات اخرى يعني تحتم على الرئيس هادي ان يكون اكثر جديه في انهاء المشهد باسرع وقت ممكن. باعتقادي من المبكر الحديث، باعتقادي من المبكر الحديث عن دستور، ما دستور، عن حوار وطني، حوار وطني، أولويات اللحظة على الأرض يعني لازالت كبيرة. وتداعيات المعركه اكبر، ونحن بحاجه الى امكانيات كبيره الان في هذه المرحله، الى اعاده ترتيب كثير من الاوراق وكثير من القضايا التي والاولويات التي يجب ان نتحدث عنها، يجب ان نتحدث عن اولويات المعركه اليوم عن دعم سلطه او عن دعم مؤسسه عسكريه فاعله، عن دعم جهاز امني فاعل يمرا الفراغ يملا الفراغ الذي سينجم عنه سقوط هذه المناطق بيد القوات والجيش الوطني والمقاومه م. الشعبيه، يجب ان نتحدث في هذا، يجب ان نتحدث عن الجرحى الذين يؤنون في المستشفيات، نتحدث عن الحاله حاله الاغاثه اليوم النازحين في اليمن بالملايين الذين هجروا مناطقهم مناطق الصراع الى مناطق اخرى، نحن امام اولويات كبيره وفارقه يجب ان نتحدث عنها، اليمني اليوم بحاجه الى من من يتحسس معاناته اليوم الذي يعيشها اليوم، اليمني بدون كهرباء، بدون ماء، بدون علاج، بدون اكل، بدون شرب، يعني نحن امام قضايا ملحه يجب الحديث حولها، وانا نحن نتحدث نحن حانبين الان في دستور، دستور على ماذا؟ واين سيكون هذا الدستور؟ نحن اليوم نسقط الانقلاب بعد ان نتحدث عن الدستور. وليس العكس الدستور ليس شيئا مقدس حتى هذه اللحظة ما دام المعركة لازالت يعني مستمرة ولا زالت مستقبل. العاصمة هو و... تحدث عن ذلك باعتبار أنه هناك معركة لتحرير صنعاء واستعادة الدولة من الانقلاب ثم يا يأتي الحديث عن يعني كأنه استشرافة مستقبلية الاستشراف المستقبلية مستقبل. هذا تأتي من محلل سياسي وليس من رئيس جمهورية استشراف المستقبل هي على الباحثين والمحللين السياسيين رئيس الجمهورية من مهامه أن يقول أنا سأفعل كذا وفعلت كذا أنا فعلت كذا وسأفعل كذا هذه مهمة اليوم ويفعلها في الميدان وليس في وسائل التواصل الاجتماعي أو في في وسائل الإعلام هذا المطلوب من رئيس الجمهورية اليوم هو المدير التنفيذي والقائد الفعلي اليوم للمعركة في اليمن ويجب أن تتركز حديث اليوم عن إدارة المعركة وسير المعركة على الأرض نحن اليوم عايشين دون إدارة للمعركة في اليمن يعني حكومة منفى حكومة منفى ليس لها شيئا الا ان تنام الى في الفنادق وتستلم مخصصاتها الماليه ولا علاقه لها في المشهد السياسي والمشهد العسكري على الارض، نحن امام كارثه، فجوه كبيره بين ما يوجد على الارض وبين ما يتم في 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 الفضاء الالكتروني والفضاء لكن لربما الأرض. خروج يعني هذا الحوار في هذا التوقيت لربما يعني يعطي دلالات بامل اكثر أنا لست مصارحه او مكاشفه انا لست مكشفة. متفائلا لكن كت... بعجلة استاذ نبيل نعم تفضل لكن معجب انا لست متفائل يعني متشائما كثيرا ولست متفائل كثير يعني انا اريد ان اتفائل من خلال معطيات على الارض من خلال وجود جيش وطني يحرر مدينه تعز المحاصره وينطلق لتحرير المخا والحديده وحقه وبالتالي ستسقط العاصمه انا مع هذه الخارطه التي رسمها هادي في حديثه عن تطويق نابليون لكن هذه هذا الحديث نرجو ان يكون حديثا على الارض اليوم وجود قوة تدير المعركة، وجود إدارة جيدة ووطنية وترتبط بالمشروع الوطني هي التي تقود المعركة على الأرض وتسقط هذه هذا الانقلاب وبالتالي سيكون لكل حدث حديث. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي كنت معنا اليوم في الاستوديو وكذلك والشكر موصول لضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ جمال المليكي كما هو أيضا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم وتحيات بقية الطاقم التحريري والفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير.